وقلنا أن من أهم الخصائص التي يجب أن يعني يكون مستمرا فيها المعد بعد انتهائه لهذه المهنة، أولا أن تتعدد روافد ثقافته، يجب أن يكون واسع الثقافة وكثير الاطلاع، لكنه قدر المستطاع يمكنه أن يتخصص في اتجاه معين حتى يعني يتابع في كل جديد وهكذا، يمكنه أن يعني يحصل على معلومات كثيرة وأن يكون له أرشيف خاص به وينقل معلومات أيضا من خلال الإنترنت والفضائيات والمعارف والزملاء والمصادر. النقطة مهمة جدا أن يكون له مصادر خاصة يتعامل معها ويستقي منها ويسألها ويتابع معها الجديد، المكتبات، الصحف، وكالات الأنباء، كما ذكرت كل معد يجب أن يكون له أرشيفه الخاص وقدرته على البحث. طبعا مهم جدا أن يحسن استخدام الإنترنت، يبحث فيه بحثا جيدا ويكون عنده قدرة على سبر غور ما يقدم فيه من طوفان للمعلومات، أن ينتقي ويصفي ويكون موضوعيا في البحث، يكون مستوثقا من النقل، لأن يعني الغثاء الكثير قد يفضي له بأشياء غير دقيقة وغير واضحة أو صادقة، ومهم جدا أن يعرف من أين سينتقي ما يتكلم به أو ما يكتب. مهم جدا العلاقات الشخصية وحضور فعاليات أيضا مختلفة، هذا من المهم جدا للمعد الناجح. عندما يختار البرنامج نكون هناك تخطيط مبدئي وعصف ذهني أولي، لكن ندرك تماما أن المعد ليس هو المنفرد في هذا الموضوع، وإنما غالبا ستحيل إليه القناة الفكرة، لكن هو عموما إن طلب منه أن يقترح هو يختار اسم وفكرة البرنامج بشكل جيد، يحدد الفكرة العامة لها، ثم يشرح فكرة البرنامج تفصيليا وخطوات المتبعة لها. إذا كان هناك فقرات متنوعة هو ينبه وينوه عنها في كل حلقة للبرنامج. إذا الموضوع عندما يكون جديدا بفكرته موضوعه سيختار مقدمة قوية جديدة جيدة فيوصل من خلالها فكرة البرنامج بشكل مبسط وأيضا ممتع. دائما له علاقة خاصة بالمعلومات، لازم يسلسلها بشكل منطقي، يتحدد بها أسلوب التعامل مع المواد ويقسمها لفقرات ويصيغ الكلمات ويصيغ الجمل باتجاه واحد حتى تفهم عنه وبشكل سريع. هناك أيضا فكرة إدراك الكتابة للوسيلة الإعلامية للإذاعة ولا للتلفزيون. أنت تكتب للإذاعة لها صفات معينة، تكتب للتلفزيون له صفات معينة. أبسط الأمور، التلفزيون أنت تكتب لصورة، تكتب مصاحبا معك الصورة، الصورة تغني عن كثير من الوصف، بينما الإذاعة لا، لازم تصف، لازم تحيل جزء كبير من الكتابة لوصف الأمور، بينما هذا لا تحتاجه في الإذاعة. إذن ماذا تذيع، لمن تذيع، كيف تذيع، هذه أسئلة مهمة جدا حتى تقدر على حتى إدراك لمن تذيع، معرفة خصائص هذا الجمهور المتلقي، هل الجمهور عام، هل الجمهور مختص، إلى غير ذلك. عندما نعد البرنامج الإذاعي نعرف أنه سهل التنفيذ ويطلق العنان للإبداع، لأنه يمكن أن يكون سهلا مقارنة بالتلفزيون، فنحلم بما نريد، والفضاء والبحار والسفر والمؤثرات كلها تغني عن إيش؟ عن مزيد من الانتقالات التي يضطر إليها التلفزيون. لكن أيضا يجب عليك أن تتبع بعض الخطوات حتى تستطيع أن تتحكم في كتابة للبرنامج الإذاعي. أيضا يجب أن تحدد الفكرة بشكل واضح هنا، هل هو نوع سياسي ديني اجتماعي وكذا، فهنا تحدد العناصر الأساسية التي تتطرق إليها. ثم القالب الفني، هل أنا سيكون حديثا مباشرا، هل سيكون على صورة مجلة إذاعية إلى غير ذلك، هل سيكون هناك ضيوف، هل هو حوار إلى ما يشبه هذا، فنحدد القوالب المستهدفة. ثم الفئة المستهدفة من البرنامج، هل يجب أن نعرف من هم الذين سيستمعون إلينا ويتوجهون إلينا، ثم من سيعمل معنا من الزملاء. هناك أحيانا بعض الزملاء نحرص عليهم بشكل خاص
لأنهم في إضافتهم إضافة كبيرة للبرنامج. المحاور الممتاز، المخرج الموهوب، المصور أيضا إذا كان هناك تصوير، أو الفني للإذاعة وهكذا. فكرة تحديد مدة البرنامج هذه مهمة، متى سيذاع أيضا مهمة، نحدد عنوان البرنامج مهم، كل هذا من الأساسيات. يعني متى ستذاع دي نقطة أساسية، لأنك قد تذيع في البرنامج في فترة الصباحية حين تذهب الناس إلى أعمالهم، يستمعون إليك في الإذاعة وأنهم يمشون مثلا في السيارات وكذا، يريدون جرعة تفاؤل كبيرة، يريدون أشياء فيها أريحية، لا يميلون إلى المزعجات في الأمور. والعكس أحيانا يكون في الفترة المسائية رغبة في الاسترخاء والترفيه وكذا. يعني كل صفة، كل يعني زمن له صفاته وله خصائصه، وأنت تراعي. هناك إذن حسن اختيارك للموضوع، وعندما يكون هذا الموضوع موضوعا حواريا، أنت أيضا بين نقطتين أساسيتين، أنك ستضع المعالم الرئيسية وليست إيش، ليست تفاصيل الموضوع. يعني الأخبار مثلا أنت تسردها سردا، تكتبها كتابة، لا صح أن يخرج عنها المذيع، هي مكتوبة هكذا. المجلة الإذاعية في كثير من فقراتها أو التلفزيونية يلتزم بالنص الموجود، لكن بالنسبة للحوار لا، الموضوع يحتاج إلى مرونة، يحتاج إلى أن تدرك الموضوع حتى لا تضع له محاور كثيرة ولا تجد لها وقتا. فهنا كما يقال اختر الموضوع الذي يمكنه أن ينتهي السرد حوله في الوقت المسموح لك، مسموح لك نصف ساعة، فأنت تختار موضوع يصلح أن يوفى في النصف ساعة، ويكون له كم محور، 3-4 محاور، هذا يأخذ 5 دقائق، هذا يأخذ 7 دقائق، هذا أهم محور 10 دقائق، وهكذا تضبط أمورك وتحسن اختيار موضوع. أيضا تنسق بين عدة متغيرات، الاستفادة من تقارير الصحفية، تقارير الإخبارية، تسرد حقائق رقمية مثلا، معلومات منقولة بدقة وهكذا. عندما تنقل مثلا عن غيرك، أنت يجب عليك أن يعني إيه تراعي الحقوق الأدبية في النقل، سواء أن تذكر أن هذا إذا كان بنصه منقولا عن فلان أو كذا. لكن بالطبع لا يشبه هذا توثيق البحوث، وإنما يكتفى بلباقة الإشارة والعزو إلى المصدر. فكرة أنك عندما تتكلم يجب أن تكون، عندما تطرح مشكلات مثلا، تطرحها دون تحيز، وإذا كان لك رؤية نقدية أيضا يجب أن تذكرها بموضوعية، تكون دقيقا وواضحا، سواء في الكتابة، سواء في التزام اللغة، سواء في القواعد. يجب عليك أن تختصر قدر المستطاع ما أمكنك دون إخلال بموضوع الكلام الذي تتكلم فيه. استخدم دائما الرسوم البيانية، الإيضاحات، الجداول كلما احتجت لذلك. الكتابة للشاشة لها طبيعة مزدوجة، تدمج بين السؤال والتحري والتحرير المنطقي وبين الصفة الدرامية للجهاز. يرتبط الكتابة هنا بظروف الناس، ترتبط كما يربط العقل بالمشاعر، وأنت يمكنك ويجب عليك أن تفعل ذلك. لا تتحدث بلغة النقد فقط، وإنما دع أيضا مجالا للغة العاطفية حتى قد ربما لا تتوقعها في استخدامها في تقارير رسمية، لكنك بمهارة تمررها حتى تؤثر في الناس. يقولون دائما أيهما أولى في البرامج الحوارية، كلها مذيع ومعد أو يقوم المذيع بالمهمتين؟ نقول الاتجاه العالمي أن يقوم المذيع بالمهمتين، لكن إذا كان الموضوع يحتاج إلى مزيد من التخصص، إلى إدراك كبير في الموضوع، وإلى تحري كبير، قد لا يستطيع المذيع أن يقوم بهذا العمل، خاصة أن البعض إذا أسند إليه الأمر ويترخى بعد ذلك تجد 14 أشخاص هم الذين يلجأ إليهم ويتداولهم في البرنامج، ويترك إيش الإبداع، ويترك البحث والتدقيق والتمحيص، فكل هذا يؤدي سلبا للبناء. لكن إذا استطاع أن يتجنب هذه فهو أكثر الناس اقتناعا بموضوعه إذا تحدث عنه، فهنا يكون جيد أنه يستخدم المذيع في القيام بالمهمتين.
طيب اتفاق المخرج والمعد وإذا اختلفوا. قلنا قبل ذلك أنه المخرج والمعد يتوافقان، لكن المعد إذا كان الموضوع لا يتعدى إلى الخروج كثيرا عن الاستوديو وإتيان بمواد بعيدة وكثيرة وكذا، أصبح المعد هو الجانب الأقوى، لأنه هو الذي يقوم على الموضوع برمته، ويصبح المخرج مجرد مضيف للفكرة. أي أحيانا كما ذكرنا في الإذاعة ربما يستغنى حتى عن أي مخرج ويسند الأمر لفني فقط، لكن عموما نحن نتعامل كفريق سواء مع المذيع سواء مع المعد، لكن يوضع وضعية مهمة وأساسية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للضيف، لأن الضيف رجل متخصص، لأن الضيف يجب أن يعامل كضيف. فمهم جدا أن نتواصل مع الجميع، وكما ذكرنا قبل ذلك إذا كانت هناك أخطاء تبدو أثناء التسجيل أو أثناء البث فهذا دليل أن هناك خلل قبل البث في عملية الإعداد. اتفق جيدا مع المخرج، اتفق بشكل مناسب واجعلوا الزملاء يفهمون ما ترغب في إظهاره وما تفكر فيه المذيع أو المخرج، ثم تتفاهم مع الضيف بشكل مناسب، وإذا كان هناك تعديلات تعود إلى فريقك وتظهره، ويبدو بعد ذلك العمل متكاملا ومتناسقا. كلما زادت الإبداعيات وأوجه الإنتاج كلما زادت الحاجة إلى المخرج، ومن ثم كان لرأي المخرج دورا مهما في خروج البرنامج.